عليكم اخواتي حبيباتي، اليوم عندنا فيديو جديد. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. قبل ما نبداو البنات، ما تنساوش تدعموني بلايك وتشتركوا القناه وتفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. اليوم البنات عندنا واحد الاكله اللي هي خفيفه وبسيطه وتيبغيوها الصغار والكبار، نتمنى من الله تعجبكم، اللي هي غراتان بالخضر، وسهله سهله سهله بزاف ورخيصه بزاف، وان شاء الله نتمنى الله تعجبكم. البنات هنا عندنا لاصوص بيشاميل، ودرت فيها لاصوص طوماط. لاصوص بيشاميل راه ديجا وريتكم البنات في الفيديوهات السابقين كيفاش كتصيب. ها هي لاصوص بيشاميل، دابا غنزيدو ليها شويه ديال الماء سخونه البنات باش نخفوها، لان عندنا لي بقات وعندنا خضيرة. نشوفوا الخضيرة ديالنا البنات واش طابت. المولع عندنا مدهون بالزبدة، نشوفوا الخضيرة ديالنا واش طابت، اللي هي الكورجيت. هي طابت البنات، غادي ننزلو الخضيرة ديالنا هنا البنات. هانتوما كتشوفوا عندنا الكورجيطة، عندنا الكورجيطة وعندنا الدنجال. لما ما تياكلوش ليا الخضر في وحدهم هكا، تنحاول ندير معاهم لي بات باش يتكالو. دي عشيوة خفيفة غير ديال الدراري. هنا غنزيدو شوية الما سخون باش تجينا خفيفة البنات، لاحظتو هانتوما تقيلة. هاد لاصوص بيشاميل البنات راه كي قلت لكم راني سبق ليا وجدتها معكم، اللي زدت عليها هنا معلقه صغيره الفلفل الاحمر ومعلقه كبيره ديال الزعتر سخنته ودرت ليه بايديا بحال هكذا، ولاصوص طوماط جوج ديال المعالق وجوج ديال المطيشات محكوكين. هاد الوجبه خفيفه البنات كتجي بالنسبه للوليدات العشاء. دابا غادي نقادو هاد الدنجال ديالنا مع القريعه، هانتوما كتشوفوا بخرتهم. ولا بغيت ديروهم مقليين البنات ديروهم مقليين، انا ما بغيتش نديرهم مقليين لانه كيشربوا الزيت بزاف. عندي واحد الطريقه اخرى ديال هادو مقليين، كورجيطه مع الدنجال، دابا نوجدها معاكم ان شاء الله. دابا كيف ستفنا الكورجيط والدنجال، دابا غنديروا لي بات ديالنا من الفوق. سلقناها والخضره الاخرى ما سلقناهاش، بخرناها. ولي بواط راه معروفه البنات كتسلق. نقادو هادشي هكذا، والمول ديروا اللي بغيتوه البنات، ديروا هذا ديال الطورطات ولا ديروا ديال الكغاطان ولا ديروا مول اللي بغيتوا، اللي عندكم كيدخل الفران، اللي عندكم كيدخل الفران. ما عندكمش حتى الفران، هادشي راه يمكن لكم ديروه في مقله ما كتلصقش وتكون بالغطا، ولا كنغطيوها بشي سينيه ولا كنغطيوها بشي. احنا استفنا دابا هذا، كيف قلت لكم لاصوص ضروري البنات خاصها تكون خفيفه شويه لانه غادي تشرب الفران. وغادي نزيدو لها الجبن، انتما كتشوفوا كنحاول نديرها خفيفه. دابا غادي نزيد لها الجبن، هاد الجبن اللي درت لها البنات لانه هذا الفروماج غوج راه تيكون مالح. نعاودو نزيدو لها الفروماج غوج، كتجي لذيذة البنات بزاف بزاف. هاد الماكلات بلاصوص بيشاميل كيجيو لذات على ما يذوب الفرماج ان شاء الله. وغادي نخويو كلشي فوق من هاد الكغاطان هادي ومن السما بالزعتر. الزعتر كيتواتى مع الكورجيت مع لاصوص الطوماط، كتجي البنات كتجي المذاق ديالها بحال البيتزا تماما. هانتوما البنات نمشيو بحال هاد الطريقه هادي، نحاولوا نعمروا كلشي. راه لاصوص كتهبط
تل تحت. كتخفف، حاولوا نديرو هكذا باش ملي تجي تطيب وتبان لك تطبخ تتغلي غادي كلشي ان شاء الله غادي ينسجم مع هاد لاصوص هادي. هكذا تنحاولوا غير نضغطوا شويه او كنوسعوا باش يبقى لاصوص مشي لينا في كلشي، توزع في كلشي، كلشي يتعمر. كيف قلت لكم انا من في السابق لانه في الفيديوهات السابقين انا كتعجبني لاصوص بيشاميل مع لاصوص الطوماطو مع ليبات كتجي زوينه بزاف بزاف. ما نضيعو حتى شي حاجه. هذه وجبه سريعه البنات بزاف بزاف بزاف، سريعه واقتصاديه وتيبغيوها الوليدات كي قلت لكم طريقه باش توكلوهم الخضر كلشي ياكل الخضر ان شاء الله بهذه الطريقه راه كتجي لذيذه بزاف بزاف. وانتوما حاولوا ديروا فيها خيزو ولا جلبانه ولا انا كي قلت لكم هذا الشيء راه ما تياكلوش ليا الوليدات عندي وين ندير فيها جلبانه وخيزو ما تياكلوش ليا خيزو جلبانه ديروا فيها اللي بغيتوا. دابا هاد الطريقه المول سخون لانه كلشي سخون كلشي سخون البنات حاولوا تكونوا موجدين كلشي وانتوما كتوجدوا كلشي في خطره. انا درت الخضره كتفور درت لي بات كتسلق بديت بلاصوص بيشاميل باش يوجد ليا كلشي في نوبه. دابا غادي نديرو الفرماج ديالنا هذا كيبقى غير التزيين اما المذاق. راه عندنا فرماج في البيشاميل درتو هذا كيبقى فقط غير التزيين وكيعطينا داك اللون من الفوق باش كتحمر لينا وتجينا زوينه تلبنا لانه كتعرفوا هاد الفرماج راه هو هاد الغوج هذا راه كيكون لذيذ ومالح. هنا البنات دابا غادي ندير قطيره خفيفين ديال زويته بلديه قطيره خفاف البنات خفاف لانه الزويته بلديه مع الزعتر تتجي زوينه وخا لاصوص بيشاميل راه صايبناها بالزبده. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم كنشوفوا راها وصلت للاسفل البنات نتوما راه كتشوفوا لاني هبطات وهبطات خفيفه. علاش هبطات خفيفه؟ حيت الخضره عندنا متبخره ملي كتكون الخضره عندنا متبخره كتشرب الماء ديال البخار. دابا ملي غنديروها ان شاء الله تغلي كلشي هادشي غادي يندمج لينا وما غاديش يبقى عندنا ديك الماء اللي في الخضره لانه غادي في الفران غادي تنشف والبيشاميل حتى هي كتزيد تنشف الماء اللي تيكون في الخضره اللي مبخره. ان شاء الله دابا نديروها في الفران ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. وإلا كان المول بحال هكا رقيق ديروا كلشي في نوبه الفوق وإلا كان المول عندكم غارق ديروا الطبقه بطبقه طبقه ديروا فيها الخضر وطبقه لاصوص بيشاميل وطبقه ديال عاوتاني الخضر وطبقه ديال لاصوص بيشاميل بحال هكا باش يتخلط لكم. الا كان المول غارق والا كان هكا مرقيق صافي راه بهذه الطريقه هذه راه يجي مزيان. هانتوما كتشوفوا دابا راه كلشي نسجم مع بعضو شويه وغادي نطفي عليها ان شاء الله تقريبا نص ساعه هكذا كتاخذ لينا الوقت لانه الخضره عندنا راه غير مبخره مبخره ماشي نبخروها بزاف يعني تطيب بزاف ما يبقاش فيها ما يتحط ملي كتجيو كتحطوها غادي ترول ليكم. نسلقوها نص سلقه لي بات وبالنسبه للخضر حتى هي نبخروها غير شويه وصافي وخلاص. كورجيطه والدنجر كتعرفوهم راهم دغيا حتى يوجدوا وبالصحه والراحه ان شاء الله. دابا نسالي
من نجبدها من الفرن غتشوفوا الشكل النهائي ديالها. من بعد ما خرجنا البنات الكغطان ديالنا ديال الخضر مع البيشاميل لي بات، هانتوما كتشوفوا البنات كيفاش جات. انتما كيف تشوفوا كيفاش جات البنات، هبط لاصوص راه هبطات لتحت لي با ديالنا. شفتوا كيفاش جات وبصحه وراحه، ونتمنى من الله تكون نكون خفيفه عليكم كيفاش خفيفه هي حتى هي بالنسبه لشي واحد اللي بغى يديرها في العشاء للوليدات، راها سهله ويمكن لكم ديروها باي نوعيه من المعجنات، يمكن لكم ديروها وبصحه وراحه، وفيديو آخر إن شاء الله مرة جاية.